على اليمين وعلى الشمال. اللي توا قاعد يصير عركة على كراسي، ونحب نقولوا للشعب راه مش عركة على الشعب، الشعب توا جزء منه يعوم في الماء، خاطر لانفراستركتور بتاعنا حالة، الشعب بتاعنا برا نشوف السبيطارات ناس تعاني، ديغنييغمون نحب نقول واقعة، وتمنيت أن السيد وزير الصحة موجود، امرأة وضعت ابنها أمام المستشفى هالمدة هذه، ما لقاوش مقص باش يقصوا سر. معناتها وين وصلنا؟ لا ثم إدارات، ثم تجهيزات، هذه